بتقوليش بقى مثلا انا هديك حاجه ب 50 هضيف لك عليها 35% او 20% او 10%، لا ده هيبقى ربا غير جائز قولا واحدا. حضرتك ينبغي للسلعه تقولي والله انا سابيعها لك بالتقسيط ثمنها كذا. انت بقى احسبها مع نفسك، انا لا يعنيني اضفت كام، 8 10 20، انا هاخدها بكذا، انا ماليش دعوه انت حاطط لي بقى فيها ايه بالضبط. لانه لو انت قلت لي ان هي بكذا وانا هزود عليها كذا فهذا هو الربا، اصبحت ربا. صح يا دكتور؟ ونقول للناس يعني نتحرى الدقه بين الحلال احنا والحرام. احنا بنتكلم النهارده يا جماعه حلال وبين والحرام مبين وبينهما امور. يعني هي دلوقتي تعمل ايه؟ هتدفع لها بقى الفلوس؟ لا تدفع لها شيئا، لانها تريد ان تاكل مالها بالباطل. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذا. يقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فبالتالي عليها ألا تعين هذه المرأة على أن تأكل هذا المال حراما، يكفي ما أخذت. احنا عايزين مرة نتكلم عن أضرار الربا وعقوبة مصيبة المرابي. فأذنوا بحرب يعني من الله ورسوله. نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وكم من بيوت خربت لأن الحرام والله ما دخل بيتا إلا خربه، وما دخل الحرام جوفا إلا أسقمه وأمرضه. أي نبت نبت من سحت فالنار أولى به. وما دخل الحرام على زوجين إلا قتل المودة والمحبة التي تجمع بين قلبيهما. وما دخل الحرام على أولاد في بيت إلا ضيع مستقبلهم وشردهم وأتلف عقولهم وأفسد أخلاقهم. والعياذ بالله. ربنا عافينا. احنا معانا سامية بقالها فترة، معلش. أيوة يا سامية، السلام عليكم.